بسم الله الرحمن الرحيم. من الميدان الذكي الذي لا تهدأ مساراته ولا تنطفي شعلة إثارته، نطل عليكم في حلقتنا الأولى من برنامج الأصايل في موسمه الجديد، والذي نعدكم أن يكون مختلفا من ناحية النوع ومن ناحية الهدف، يخدم رياضة سباقات الهجن ومحبيها. في المرموم يتجدد اللقاء مع نخبة المحللين، نرحل معهم من ميدان إلى ميدان وندقق في تفاصيل ربما تكون مخفية عند البعض ولكننا لا نغفل عنها. ففي طاولة حوار الأصايل يحلو التحليل ويتعمق إلى أبعد حدود. مرحبا بكم في رحلة محطتها الأولى ربما تكون هادئة ولكنها بالتأكيد ستتسارع مع تسارع الأحداث. صحيح أننا توقفنا في فترة الصيف، ولكن هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، هذا هو الهدوء الذي دائما ما نراه مخصص لفئة عمرية معينة تكون بها التحدي على أوجهها، وتكون كذلك المنافسة فيها بشكل كبير ومتلاحم. دعوني بداية أرحب بمحللينا الأفاضل، بداية محللي برنامج الأصايل، ونبدأ مع سالم متعرض العفاري. ابو محمد رحب بك ويانا. الله يرحب بك ابو فضل، ابو خليفه مسي عليك وعلى مسي ابو سلطان وابو سالم وابو محمد ومتابعين دبي ريسنج، اللي حقيقه نتشرف متابعتهم على قناتهم وبرنامجهم برنامج الاصايل. يا مرحبا. رامس محمد العامري، مرحبا بك ابو محمد. الله يرحب بك ابو فضل. ابو خليفه مسي عليك بالخير وعلى اخواني المحللين المتواجدين وعلى المشاهدين خلف الشاشات، وعودة حميدة، وإن شاء الله انطلاقة تكون ممتعة. بداية الموسم مثير، تسعيرات البداية ما شاء الله مملعة، فنتمنى التوفيق لأخواننا المشاركين في التسعيرات الجاية، وإن شاء الله نقدم شيء طيب يليق بالبرنامج ومتابعي البرنامج. نتمنى ذلك. سهيل بطل بن غراب، رحب بك يا أبو سلطان. أنا أمسي عليك ومسي على سالم المتعرض على أبو محمد ومسي على أبو سالم وعلى أخواننا المتابعين والمشاهدين، نقول لهم أسعد الله مساءكم بكل خير، ونحمد الله ونشكره على عودة هذا الموسم، وعلى إن شاء الله الله يخلينا مع عزيبنا بخير وسهالة ويعطيهم الصحة والعافية وطولة العمر يا رب العالمين، والسامعين يا رب العالمين. وإن شاء الله الموسم بادي، والموسم بادي إن شاء الله موسم طيب إن شاء الله، ومنافسة طيبة، ونشوف إن شاء الله ركض وأداء طيب. نتمنى ذلك. علي سالم أبو داود، وسالم مسيك بالخير. مرحبا أبو خليفة، مسي عليك ومسي على أبو سلطان ومسي على أبو محمد وأبو محمد وعلى جميع متابعينا عبر قناة دبي ريسنج. نقول الحمد لله اللي أنعم علينا أن التقينا بعد فترة المقيض، والله إن شاء الله يوفق الجميع في هذا الموسم، إن شاء الله الكل تطلعات أن يكون موسم استثنائي بإذن الله تعالى. نتمنى ذلك. بعد الترحيب بالمحللين، مرحبا بكم جمهور الأصايل في برنامج شاركونا في هاشتاغ برنامج الأصايل من خلال الحوار والنقاش الذي سنبدأه وسنطرحه هنا على طاولة برنامج الأصايل. ونبدأ مع أول تقاريرنا. في كل عام يبدأ الموسم بحدث هام ينتظره الملاك في كل عام، موعد يتجدد مع الدعم لتمهيد المرموم الذي يقام على مدار 5 أسابيع، يتضمن إقامة أشواط مخصصة خصصت لها جوائز قيمة وتسعيرات مجزية.
في كل موسم هناك موعد دائم لا يتغير ومكرمة متجددة لا تنقطع تمثل البداية المثالية لسباقات الهجن في ميدان المرموم. فعشاق رياضة سباقات الهجن ينتظرون تمهيد المرموم في كل عام للاستفادة من الدعم الكبير المتمثل بالجوائز النقدية والساعات والسيارات التي رصدت للمشاركين. أضف إلى ذلك التسعير القيمة التي خصصت للمشاركين 1,000,000 درهم للإبكار و800,000 درهم للجعدان، مبلغ كبير سيصب في مصلحة الملاك الذين يحتفلون بمكرمة جديدة من مكارم لا تتوقف. من الرجل الذي كان هو الداعم الرئيسي في عالم سباقات الهجن منذ انطلاقة هذه السباقات وإلى الآن وحتى بعد مماته المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه. 5 من الشهر الجاري موعد انطلاقة تمهيد المرموم الذي يستمر حتى 20 من شهر أكتوبر المقبل. 5 أسابيع تتضمن إقامة 256 شوطا خصصت للقاية والإذاع، حيث ستتنافس اللقاية على مسافة 4 كيلومترات والإذاع على مسافة 5 كيلومترات. التجهيزات اكتملت لانطلاقة هذا التمهيدي الكبير الذي يتهافت الملاك من دولة الإمارات ودول الخليج العربي على المشاركة به والاستفادة من الجوائز القيمة التي رصدت لهم. تمهيد المرموم يستعيد به الملاك علاقتهم مع أرضية الميدان في السباقات بعد توقف الصيف، ويبدأون فيه رحلتهم الجميلة في عالم مليء بالدعم والاهتمام اللامحدود من أصحاب السمو الشيوخ. تمهيد المرموم الذي دائما ما يكون أفضل انطلاقة للسباقات هنا في ميدان المرموم، وارتبط هذا التمهيد باسم أحد أعمدة سباقات الهجن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه. دعمه متواصل في حياته وبعد مماته الله يرحمه ويغفر له بسلطان، دعم متواصل تمهيد المرموم مثل ما كان علامة بارزة في بداية انطلاقة الموسم يبقى كذلك طيلة هذه الفترة ومع هذا الموسم أيضا. الله يرحمه ويجزه الجنة، الله يرحمه. هاي جائزة الشيخ حمدان بن راشد وشارة الشيخ حمدان بن راشد، الله يرحمه ويجزه الجنة يا رب. نافع حي وميت الله يرحمه. الله يرحمه بن راشد خير عم الناس اللي قريب واللي بعيد، وكلها يدعو له بالمغفرة يا رب، والله يصلح أولاده يا الله ويعطيهم الصحة والعافية طولة العمر يا رب العالمين وبطانه الصالحة. آمين. هذه الجائزة وهذه الشارة هاي مكرمة الله يرحمهم مسوينها، وبتم إن شاء الله مستمرة والناس يحاسبون الحساب ومستفيدين منها، وفيها بيع وفيها خير وفيها جوائز الحمد لله. وأنا أطلب من صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر أن هذه الجائزة هاي الذكرى ذكرى الشيخ حمدان بن راشد أنها تتم مستمرة كل سنة. نعم، أنها تتم مستمرة ومنه من الشيخ محمد الله يطول عمره ودعمه ويخليه ويعطيه الصحة والعافية ويخليه إن شاء الله، وحمدان بن محمد ولي العهده وعيال حمدان بن راشد. هذا أنا أطلب منهم طلبة أن هذه الذكرى ذكرى الشيخ حمدان بن راشد أنها تتم مستمرة، وأن الخير اللي كان يسويه وهو حي أن يباه مستمر، وهذا الدعم وهذه الشارة الناس حاسبين له حساب وعادين له حساب من الدولة ومن خارج الدولة ومن دول مجلس التعاون كلهم متوافدين. نعم، ونافعة والعاجل الحجيم هنا خير. نعم، ويدعون له يدعون له بالرحمه الله يرحمه. نعم نعم، فهذه نعمه. انت مو بتطلب روحك، جمهور ركض كله يطلب. نعم، هذه نعم الشاره. نعم، وهذا التمهيدي الكل. نعم، يبا هذا التمهيدي يسدنا الذكرى. يحمل ذكرى. نعم، يحمل ذكرى غاليه علينا. اسم الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه الله هذا الله غالي الله علينا، هذا ابونا مربنا والعالم لحج خير من كل يوه واللي ما يوه. صح، فهذه نحن الذكرى نبغاها دائم مستمرة. شنو جائزة الشيخ زايد؟ نبغاها مستمرة مثل جائزة زايد الكبرى. نعم، نبغاها مستمرة، وهاي جائزة حمدان بن راشد وشارة نبغاها مستمرة. نعم، والشيوخ طول عمرهم ما يقصرون. نعم، وفيهم الخير إن شاء الله. نعم نعم،
أبو محمد شارة وقتها ذكرى طيبة لرجل داعم لهذه الرياضة منذ تأسيس هذه الرياضة، وكذلك لو لاحظنا الجدول نجد هناك تسعيرة، تسعيرة مثل ما كانت في أيام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد. والله يا أبو خليفة أولا نترحم على الشيخ حمدان بن راشد، الله يرحمه ويغفر له ويطيب ثراه رب العالمين، لكن إن الموضوع ما فيه غرابة في استمرارية هذا الدعم، نقول الله يطول عمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهده وأنجال المغفور له، واللي اعتدناه طبعا من حكامنا أن دائما لما نقول يعني خير خلف لخير سلف، نعم. هذا قبل اليوم شفناه في أهلهم ومخلف عليهم مثل ما تفضل أبو سلطان في جائزة الشيخ زايد أو غيره، دائما حكام هذه البلد فيهم الخير وفيهم الوفاء ولا يقصرون بحاجة ممكن أنها تقدم شيء طيب للشخص نفسه وكذلك لشعبهم. فاليوم بداية الموسم رجوع التمهيدي، وللعلم هذا الكلام كان متوقع من الجميع، ما دام الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره وولي عهده وأنجال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد أن كل حاجة بتستمر مثل ما هي. وأنا أقول لك وحسب توقعي وحسب اللي مر علينا في السنوات اللي راحت، نعم. من كل أصحاب السمو الشيوخ نقول الله يرحم اللي مات والله يطول عمر الحي، دائما يستوي بعد زيادة ويستوي إضافات. فاليوم دعم تمهيدي المرموم باستمراريته بجائزة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد، هذه طبعا كل أهل الهجن لهم برامج معروفة الجميع يعلم فيها، خاصة هي من أهم الخطوات الأولى في كل موسم هذه الجائزة. فاستمراريتها اليوم بلا شك هي شيء طيب للمغفور له، وهم الله يعطيهم ويزيدهم من كل خير، دائما يضيفون الإضافة الطيبة اللي تفرح الجميع. نعم. الله يرحمه الشيخ حمدان. التسعيرة 1,000,000 لبكار، 1,800,000 للجعدان، اليوم الأخير 1,500,000 لبكار، 1,200,000 للجعدان، ما زالت التسعيرة متواجدة ودعم رئيسي للملاك في هذا التمهيدي. أبو خليفة الشيخ حمدان الله يرحمه ويغفر له ويجره الجنة، من عرفناه الله يغفر له هو ريال يعني دائما واضح في كل شيء الله يرحمه ويغفر له، سواء كان في تسعيرته كان يحطها للفطامين، نعم. كان يعني واضحة كم قيمته من أول مركاض إلى آخر مركاض. تمهيدي المرموم من عرفناه من 30 سنة وأكثر، هاي تسعيرة الشيخ حمدان بن راشد، وتسعيرة واضحة بدايتها بالمليون للبكار والجعدان 800، نعم. في 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 نص المركاض البكار 1,200,000 والجعدان 1,000,000، في النهاية البكار 1,500,000 والجعدان 1,200,000. الشيخ حمدان الله يرحمه ويغفر له ويأجره الجنة، أبو خليفة حن لو تكلمنا ما تكلمنا، هذا رجل من المؤسسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الأشخاص اللي عاصروا الوقت اللي كانت الدولة في بدايتها، في بداية ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، نعم، من بداية المراكيض والشيخ حمدان، من بداية تأسيس الاتحاد والشيخ حمدان الله يغفر له موجود، وهو من الأشخاص اللي كان لهم باع طويل في هذه الرياضة مع المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه والشيخ راهد بن سعيد وحكام الإمارات وأخو الشيخ محمد بن راشد. والشيخ حمدان من العرب طعمك الزمطين في الركض، اللي يحب الركض ويدعم الركض. الشيخ حمدان أسس قاعدة في الركض وأسس قاعدة في الهجن في البوش والمناخات، وأسس زمول كلن يعرفن وكلن يحسبهن كلن استفاد منهن، نعم، كلن استفاد منهن، نعم. اليوم هذه الشارة يعني حب لهذا الشخص وتكريم لهذا الشخص استمرت بفضل الله ثم فضل أصحاب السمو الشيوخ وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ولي عهده وأنجاله الكرام، اللي نقول الله يعطيهم الصحة والعافية. والشعب يعني شوف الشارة هذه فاتحة بيوت، صح، العرب مستفيدة منها، راعي العزبة، العامل، راعي البقالة، اليوم المرموم عقب يومين كلها مزدحمة، والسبب يبغون شارة الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه، والكل يدعي له، حتى يعني نص الناس ما بيقولون الله يرحم الشيخ، يقولون الله يطول عمر الشيخ، نعم، حمدان. أنا نعم، أفعاله موجودة، نعم، أفعاله موجودة، نعم. والخير وايد، الله يطول عمر، الله يرحمه ويغفر له. أبو محمد، الله، نبدأ من أول أيام
هذا التمهيدي تاريخ 5 سبتمبر ومع سن اللقاي على مسافة 4 كيلومترات. الجدول وزع بطريقة مدروسة على مدى 5 أسابيع وأتوقع اللي بيشارك يتوجه للتمهيدي. في كثير مستهدفين التمهيدي يو قيضوا في المرموم واللي قيض خارج المرموم جاب الحلال وبيبدأ يشارك في المرموم في سن اللقاي على مسافة 4 كيلومترات. عندنا منافسات للجماعة ومنافسات لهجن أصحاب السمو الشيوخ كذلك. والله أبو خليفة هذا المهرجان اللي يحمل اسم غالي على كل إماراتي عايش على هذه الأرض الكريمة يعد الحلال له ويجهز مطيته السبوك. إشارة سمو الشيخ حمدان براش طيب الله ثراه دائما تيب حلة ثانية دائما طعمرك تكون فيها بركة. الشيخ حمدان مثل ما قال أبو سلطان كرمنا وهو حي ومكارمه لا زالت تغطي ملاك الحلال وشعب دولة الإمارات وهو في منزل الحق. فنقول شكرا لسمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهده وانجاله الكرام انجال سمو الشيخ حمدان بن راشد على إكمال المسير اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد في التمهيديات وفي التسعيرة وفي طال عمرك الجوائز الغيمة اللي هي طال عمرك بداية موسم يضم مهرجان للشيوخ وسيارات ويكون فيها أختام وتمهيدي ونفس الوقت للجماعة سيارات وتمهيدي. هذا طال عمرك سمو الشيخ حمدان بن راشد له نظرة بعيدة الله يطيب ثراه بحكم محبته لهي الرياض ومحبته الملاك الحلال وقربه منهم. فأرحل ولا زال ذكراه عاش في قلوبنا. فنقول الله يرحمه ويطول عمر عياله والشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان محمد. هذه الجائزة أبو خليفة غالية على كل مالك حلال يجهز لها اللي في السعودية واللي في البحرين واللي في طال عمرك في عمان واللي في قطر واللي في السعودية. فدائما ملاك الحلال تشوف رزنامة البرنامج الأولوية مهرجان تمهيدي حمدان بن راشد الله يطيب ثراه من حكم المشترى اللي هو طال عمرك الناجح بحكم النوعية الجيدة اللي يمتلكونها العزب وفي حال توفير الحلال. نعم. بداية الموسم صاروا للتمهيدي وعندك تمهيدي أول وعندك ختامي سيارات. فأبو خليفة حتى التسعيرة في تزايد بداية المهر التمهيدي مليون في نهاية التمهيدي في مليون ونص. هاي تسعيرة صراحة نشوفها بداية الموسم مشرفة ونحن ما نستغرب استمرارية تمهيد المرموم بعد رحيل سمو الشيخ حمدان بن راشد لأنه خلف ريال فيهم خير الله يطول أعمارهم وبقيادة سمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره ولي عهد الأمين أن الشيخ حمدان قريب من الناس يوم كان عايش ورحل وكذلك فعله وفعل الخير اللي يسويه الشيخ حمدان بن راشد اتضح الكثير من الناس اللي كانوا طال عمرك كان بينه وبين ضميره للأشياء الخيرية اللي ينفع الناس فيها سواء في الإمارات وخارج الإمارات. فنقول الله يرحم الشيخ حمدان ويطول عمر حكام شيوخنا فلا نستغرب استمرارية المسيرة. نعم. بالازدهار. نحن جميل أن نبدأ موسمنا بتسعيرتين. نعم. تسعيرة تمهيد المرموم وتسعيرة كذلك هجن الرئاسة. نعم. اليوم وصلنا خبر قبل ساعتين في تسعيرة لهجن. نعم. الرئاسة. نعم. وهذا يعكس دعم كبير لهذه الرياضة اهتمام كبير لهذه الرياضة يعكس أن هذه الرياضة هي فعلا أهم رياضة في دولة الإمارات ودول الخليج العربي من خلال التسعيرة ومن خلال الدعم اللي نشوفه 13 مهرجان في مجلس التعاون الخليجي. الحمد لله. نتكلم الحمد عن الحمد لله. رياضة تدعم بشتى الطرق والوسائل. الحمد لله. نحن نحمد الله ونشكره يا أبو خليفة. نحن الحمد لله نحمد الله ونشكره اللي أعطانا هاي الحكومة الرشيدة واللي الله يرحمهم الشيخ صاحب اسمه الشيخ زايد بن سلطان رئيس الدولة ونائب الشيخ راشد بن سعيد الله يرحمهم ويجزيهم الجنة اللي أسسوا هذه الدولة وأسسوا هذه الرياضة ودعم أخوانهم أصحاب السمو الشيوخ لكنهم اجتهدوا وهذا ثمرة اجتهادهم اللي سووه هذا إحنا الحين موجودين ونحن نحمد الله ونشكره في حفظ الله ورعايته وسلمونا في يد الله سبحانه ثم يد. نعم. خليفة صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة الله. نعم. ونائب الشيخ محمد بن راشد ونحن نحمد الله ونشكره وإخوانهم نحن بين عيال راشد وبين عيال زايد في نعمة نحمد الله ونشكره نحمد الله ونشكره عسى الله يخليه منه والله يدوم منه هذه النعمة التسعيرات في كل مكان
بس انت جهز مطيتك. نعم نعم الرياضه بس خلوني اذكر التسعيره، الاشواط الرئيسيه مليون لبكار ومليون هذا الرياسه نعم، وباقي الاشواط مليون لبكار و800 طول عمرهم الله يطول عمرهم. هذه تسعيره طعم كتير في بدايه الموسم، الله يطول عمر الشيخ خليفه بن زايد ويحافظه رئيس الدوله، وطول عمر الشيخ محمد بن زايد الله يعطيه الصحه ابو خالد ويرزقه ان شاء الله الصحه اليوم ودوم، واخوانه حكام الامارات والشيخ منصور بن زايد ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان. هذه التسعيرة تيطع عمرك في بداية الموسم. نعم. وهذه كل سنة التسعيرة موجودة، والرئاسة طعمك حريصة أنها تأخذ الحلال الطيب في بداية الموسم. الشيخ زايد الله يرحمه يوم بداية ما ظهر طعمك في بداية السيارات وازدهار الدولة، يوه الناس طعمك التجار هذي يشلون الحلال فوق المطايا، فقالوا يا زايد أنتوا اليوم خربتوا علينا، الرشاب هذه لا راح البوش الحين ما لهن طريقه حد يستامهن من عندنا ولا ينقل بضاعته من مكان الى مكان. فقالهم الله يرحمه ويغفر له، بنسوي لكم شيء من هالحلال يرد لكم مردود افضل من انتم تتعبون فيه. الله يطول عمره، فالله يغفر له ان شاء الله وياجر. سوى سباقات الهجن، ثمره الشيخ زايد الله يرحمه هذا اللي نعيشه احنا اليوم. لو يعني تسعيرات هاي يعني اليوم كان الانسان طعمك يطمح في ابو سلطان، يطمح الانسان انه يشيل المطيه طعمك هذه يحمل عليها اغراض يوديها الغربيه، من الغربيه يوديها راس الخيمه، شيء يعني بسيط. غيرت الفكره الان خلاص شيخ زايد الله يرحمه سوى لهم ميادين. نعم سوى الميادين، الميادين هذه اعطت ثمره نجاح مشتريات. اليوم الشيخ خليفه الله يطول عمره ويحافظ ابو سلطان سواها مؤسسه. آمين. مؤسسه هجن الرئاسه لا وهم ابو سالم من بدايه الموسم لنهايه الموسم، وحده تسعيره وحده ماشي تسعيره الرئاسه من بدايه الموسم لنهايه الموسم صح، كل شهر تسعيره. نعم الله يطول عمرهم. وخبر ثاني جميل مع خبر التسعيره ابو محمد وصلنا وشفتوه انتم، وصلكم قبل لا يوصلني. الميادين التاهيل لاشواط الرموز، تم تخصيص ميادين للتاهيل لاشواط الرموز تكون هي الاجدر اللي تشارك في اشواط الرموز. اعتقد السن الكبار ابو خليفه صح؟ الاشواط الثنايا والحلول والمرموم وللانتاج وللشرايا يعني للكل، اشواط مفتوحه واشواط الانتاج. الميادين ذا الجدول بنعرضها امامكم على الشاشه، ميدان الوثبه، ميدان الوثبه، ميدان المرموم، ميدان الظفره، ميدان سويحان، ميدان الوقن، ميدان السوان، خمس ميادين. نعم والمتاهلات في ميدان الشحانيه، والمتاهلات في مهرجان ولي العهد بالطائف، والمتاهلات في مهرجان الملك عبد العزيز. هذا السن لهذا الموسم. هذا ابو سلطان الله يطول عماره من معازيب على الدعم، ان كان في التسعيره او لو تلاحظ حتى في الاختيار، اختيار الميادين اولا، اختيار الميادين نعم اولا قبل اختيار الميادين ابو خليفه تم تحديد السن اللي هو الثنايا والحول. نعم السن هذا ودك مطيه اللي تشارك في رمز تكون نادره، التأهيل اليوم مو عندها تاريخ في الحقائق. أيوة. في اللقاية وفي الإذاع صحيح، بس هم حددوا في هذا السن لأن السن هذا مب يعني سن التأهل فيها أي مطية. واختيار الميادين إن كان الميادين الرئيسية مثل أبوظبي الوثبة ومثل المرموم ومثل سويحان. نعم. احنا في عرفنا ذيلا ثلاثة ميادين رسمية شوي من ناحية الظفرة ومن ناحية الوقن والسوان، هذا بحيث أنهم ما يكلفون على الملاك. ستة ولا خمسة؟ لا ست ميادين في الدولة. ستة نعم. ستة في الدولة. ومحمد هاي الميادين. لكن يا أخوان خلونا نتناقش شوية. نعم. ميدان الوثبة وميدان مرموم منافسة شديدة. نعم. وسويحان. وسويحان منافسة شديدة. نعم. في ثلاث ميادين منافسة فيها كمستوى فني. لا تقول لي ابو سالم الوثبه مثل السوان. لا 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 الوثبه مثل السوان كمنافسه. خليني ارمسك انت فضل. لا تخلي ميدان انقص من ميدان الوثبه مستوى فني. لا مستوى فني ولا غير. انت عندك صح. الوثبه والمرموم يعني هاي ميادين رئيسيه. طيب هذه هن اللي قام عليهن الختاميات. الاتحاد شاف ان هل الشمال حط لهم ميدان راس الخيمه كاقرب مكان لهم. لهم نعم. المنطقه الغربيه السلع وغياثي واللي عنده حط لهم اللي هو الغربية أقرب مكان ظفرة. احنا كقطاع جنوبي أقرب مكان لنا هو ميدان حمران، هو ميدان الوقن رئيسي. من غير سويحان هي أقرب للساد، أقرب البوسامرة. اليوم أنا يوم أبا أتأهل بسير الوقن وبسير سوان وبتأهل. ترى ميدان الوقن ما هو شف ذي الكلام، لكن حقيقة الوقن من الميادين الرئيسية
في الدولة ومن أقدم الميادين، والميدان الوحيد أبو سلطان اللي فيه أبو محمد رواعيه بعد وين يشيل سبون خبر. لا صحيح، لكن الميدان الوحيد اللي فيه دورة للثمانية كاملة منفصلة، وفيه 6 كيلومترات منفصلة، وفيه 4 كيلومترات منفصلة. الله يطول عمر الشيخ خليفة وإخوانه. فالدورة رئيسية، وهي مثل ما تفضل أبو سالم الهل العين والهل القطاع الجنوبي قريبة عليهم. نعم. والمحك فيها مو بسيط، يعني اللي صادق كل ميدان بيكون فيه تاهيل للأشواط هذه بيكون صعب. صحيح، لأنه بيكون أعداد هائلة. أكيد. وكلا يعني أول تاهل أنت في ميدانك، مثلا هل الساد يهلون في الساد، هل السمحة في السمحة، هل الرقيعات في الرقيعات، هل حمران في حمران، هل غربي في غربي. اليوم شوي صعب، اليوم صعوبة. وهذا المطلوب. أبو سلطان، الميادين اللي ذكرتوها، هذا الميادين حتى في جائزة الشور هي مدعوم من الاتحاد، يعني غير من الدور الباقية، يعني جائزة السابق فيها 5000 درهم ألف. إيه نعم، اللي هي إيه نعم من الميادين. صح. اللي هي طال عمرك سنعد بعد الميادين الرئيسية هي ميادين. صحيح. بدون قصور في الميادين الباقي، لكن هي مدعومة بجائزة من الاتحاد. صحيح. طوال بداية الموسم نهاية الموسم. أبو خليفة، على إطار الرياسة وتسعيرة الرياسة، أنا أشوف صراحة أن هجن الرياسة تمتلك شخص قيادي يعرف كيف يقيد هذه المؤسسة العملاقة. شفنا تميز هجن الرياسة العام الماضي في مهرجان الشحانية واكتساح الشواطئ المفتوحة، وشفنا تميزها في أرض المرموم واكتساح الشواطئ المفتوحة. فكونك أنت متصدر المشهد وبداية موسم فتحط تسعيرة قبل جميع المؤسسات، هذا دليل أبو خليفة على حنكة سمو الشيخ سلطان بن حمدان، وعلى اهتمام الرئاسة الاحتكار للأشواط المفتوحة للمرة الثانية. طيب هاي الموسم. سامحني، كيف متصدر المشهد؟ خذوا سيف والعاصفة خذوا سيف، من أي ناحية متصدرين المشهد؟ أنا برد عليك أبو خليفة. خذوا سيف الشحانية والعاصفة خذوا سيف في دبي، وين تصدر المشهد؟ المفتوح وين راح؟ ليش ما قلت المشهد مناصفة مع العاصفة؟ لا لا، الرئاسة متغرد خارج السرب مع احترام لجميع المؤسسات. كيف؟ هذا بتكلم يا اول ثاني على سيف المرموم. أنا العاصفه. أنا كيف وضح لي والله الشيء مفتوح. لا لا وضح لي انا الحين تقول متصدر المشهد، يعني كنا ما في الا هجن الرئاسه. يا اخواني ترى في هجن العاصفه، في منافسات قويه بعد ما تخلص. لا تهضم حق مؤسسه على حساب مؤسسه. انا ما هضم المؤسسات. طيب هجن العاصفه طعمرك قبل سيف المرموم ما اخذ سيوف في الوثبه وفي الشحانيه، بس اذا تكلمنا على مؤسسه هجن الرئاسه، اعتقد ان مضمر واحد منها اللي هو محمد بن زيتون المهيري حاصد 7 رموز 12 رمز 7 رموز في المرموم، من غير رموز الاربعه اللي هن في الشحانية. طيب انت ما تقول متصدر، تعرف شو معنات متصدر؟ انت تقول متصدر المشهد في الشحانيه، انا معاك. وارض المرموم المفتوح اللي قال وين راح؟ شوف راس السنام وين راح؟ كافضل الرياسة أبو خليفة. بتكلم على أبو سامي، بنتكلم على الرياسة، أنت تكلمني عن أنا ما بدون شفية للرياسة. طيب. والعاصفة المؤسسات كلهم واحد، معزي بناء الله يطول عمارهم واحد، بس الرياسة تغرد خارج السرب. واعتقد أن السنة هاي على النظرية سمو الشيخ سلطان بن حمدان وحط تسعيره بداية الموسم قبل المؤسسات، هذا يؤكد أن الرياسة ناوية على اكتساح من بداية المهرجان. طيب من بداية الموسم من نهاية الموسم. النية نحن ما نعرفها، إذا هم ناويين نحن ما نعرف، لأن في مؤسسة هذا نظام سنوي. أبو خليفة، لكن متصدر المشهد، أنا هذه الكلمة أباكم تعقبون عليها. أنا خذيت رأيك أبو محمد، خلنا نسمع رأي الشباب. بوضح لك أبو خليفة، أنا قلت لك أنا متصدر المشهد مو بكلام طعمرك مجامل وغيره، هاي كلام واقع. طيب ناخذ راي الشباب في الشحانيه، نستاذنك ناخذ راي الشباب. انا واضح نحن نعرف النتائج وموجودين وياكم، شفنا كل النتائج. متصدرين المشهد فعلا الموسم الماضي. يقصد ابو محمد كمتصدر المشهد انهم صدروا في اللقاية، صدروا في الاذاع، صدروا في الثنايا، في المفتوح هنا في المرموم، وبالاضافه الى انهم السنه الرئاسه صراحه انهم متالقين للامانه. لكن من ناحية السيوف، احنا اذا تكلمنا على السيف الرئاسة اخذته بجدارة في الشحانية، وهذا يعتبر من اغلى السيوف عند مؤسسة هجن الرئاسة، لان سيف الشحانية. العاصفة اخذت سيف المرموم اول وثاني، والرئاسة اخذت اول وثاني وثالث في قطر. سيف السعودية اخذته العاصفة. العاصفة
السنة إن شاء الله مشاهد كلها شوف مشاهد كلها يعني متألقة. أنت وضحت الرأي بس متصدر المشهد الرياض من ناحية متصدر الرموز والمشهد متصدر متصدر من ناحية الرموز متصدر وسلطان. أنا أقول والله بالنسبة للسيوف العرب أنا بشكل عام ما نرمس على السيوف الأشواط الرئيسية أنت تتكلم بشكل عام خلنا بخلنا سلطان يقول وجهة نظرة لا أن الشوط عمك هذا مثل ما تقول ذروة السنام شوط السيف ذروة السنام كله يعني ما نحن ما نقول عن الأشواط الأشواط الثانية ونعم كلها جوائزها طيبة طيب. ورموز تحسب لكن طعمك بالنسبة للسيوف أنا أقول الجماعة الرئاسة خذت حقها والعاصفة خذت حقها ما في شك نعم. يعني في تصدر للمشهد ولا مناصفة أنا أقول في مركز السيوف تناصف أنا قاعد الحين أعقب على كلام أبو محمد مناصفة لحظة أنت طيب. وضح لنا سؤالك أنت تقصد السيوف ولا تقصد بشكل عام انت متكلم لا صبر لا انا ما انت لا 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 انا ما اقصد ابو محمد شو تقصد انا بقصد متفضلين المشهد تفضل على اساس اوضح الصوره اللي ترى ما عندنا وقت بس انا هاي النقطه لا انت وجه السؤال صح انا بوضح لا انت تقصد له المجموع العام ولا تقصد له شوط السيف وسالم هو يباني يوضح المعلومه اللي لا هو لا هو ما شله هو اذا السيف هو عبر انا اذا على السيف اذا على السيف الرياسه اخذتها في قطر والعاصفه اخذتها في 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 دبي طيب اذا على السيف اهم رمز شو كلنا مهمات خليفه كلنا هم السيف يعني بنفس مستوى السيف رمز قطر السيف اكثر مهم لا ورمز السيف في المرموم مهم ابو خليفه اذا بنفس انا يمكن المعلومات اللي عندي على قد اذا كل الرموز نفس مستوى لا السيف لا مش نفس السيف ف... لحظه ها. بس الرموز كلها مهمه للمؤسسه اهم رمز عندك رمز اللقايه مهم كاس اللقايه مهم لاي مؤسسه رمز الاذاعه المفتوح مهم رمز الثنائي المفتوح مهم السيف ذروه السنان يعني يمكن احنا بعد مهرجان المرموم كل العلوم اللي تخبرون العرب عن سيف عجائب واللي خلته عجائب نعم. في الشحانية عن مرضية وسيف مرضية صح هذه المهمة يعني ما في عقب السيف السيف يعتبر سيف بوضح الصورة سيف أنتم رحتوا لسيف ذروة السنام أنتم هل غير ذروة السنام ما فيها أشواط ما تحسبون أشواط هل مؤسساتها تدفع ملايين على أقوى شوط شوط اللقاي المفتوح وعلى السنة الإذاعة المفتوح وعلى الثنايا المفتوح وعلى شوط سلهوده في المحليات يبقى 59 افضل توقيت في الركض كله كاسر التيم حتى السيف المفتوح اللي هي سلهوده اللي هجن الرياسه انا تكلمت ان هجن الرياسه تتصدر المشهد واعتقد ان السنه راح تتصدر المشهد مرة بحصد الرموز نعم بحصد الرموز اللي شفناها طيب. واحتكار المركز الاول وثاني وثالث في بدايه موسم يحطون تسعير قبل جميع المؤسسات اشتروا من الطائف نقوه حلال حطوا قبل اي مؤسسه حطوا تسعيره في تسعير قبل التسعير هجر الرياسه كمؤسسات مؤسسات لا. الحين بهالوقت الان الرياسه الرياسه هذا دليل على نيه اللي راح يكتسحون نفس الاكتساح العام اللي راح اكتساح مناصفه ابو محمد والله ابو خليفه شوف العام شفنا هجر الرياسه محمد ترى دبلوماسي لابعد الحدود لا والله لا لا هذا الواحد يرمس على اعطني رايك بكل حياديه راي اعلامي مو براي مالك هجن صحيح العام طول عمرك شفنا مركاضين للمؤسسات في الشحانية وفي دبي شفنا هجن الرياسة وهجن العاصفة قدموا يعني مستوى عالي من بينهم المنافسة في الأول والثاني في أكثر الأشواط ومختلفة السيف خذته الرياسة في الشحانية بإمكانيات ثلاث مطايا وشفناه كذلك بإمكانيات هجن العاصفة نعم شاركت في السن الصغير بمنافسة قوية وخذت رموز مثلها مثل الرياسة وخذت السيف عجائب بأريحية أول وثاني فالعام يعني مستوى المؤسسات الثنتين بالذات الرياسة والعاصفة مستواهم جدا متقارب قدموا أفضل ما عندهم في كل الأعمار من ناحية تسعيرة هجن الرياسة الله يطول عمر الشيخ خليفة وأخوانه الحكام دائما بداية الموسم شهر 9 تكون نعم. هناك تسعيرات لهجن الرياسة بدايتها في شهر 9 ضيعتني والمشترى ضيعتني ما عرفت الحين مناصفة ولا اعطيتك هذا اللي قدموه مناصفة يعني مش هذا واضح قدامك انا برايكم انتم كمحللين خلي راي الاعلام انا اروح انا مقدم كلامي شو يقول لك كلامي واضح ابو خليفه ترى السعوديه خذ سيف مناصفه خذ العاصفه انا بتكلم مؤسسه الرياسه بتكلم عن مضمر شخص واحد حصد على مهرجانين 14 رمز ولو تحسب المؤسسات الثانيه منافسه لجنه الرياسه هل في مؤسسه
بكاملها قريبة على المضمر من مهجن الرياسة اللي هو محمد بن زيتون. منو المضمر بن زيتون؟ محمد بن زيتون. نعم. الحين بوسعيد ما مضمر قبل واليوم. وسلطان الحين ما نتكلم على مكانات المضمر. الحين هو دخل قال رياسة. ومضمرين كلهم. مكتسحين بيدخل على المضمرين. لا لا. بيشتغل على المضمرين. لا لا شخص واحد. ترى ثلاث شهور ما قدم برنامج. متعطش. وسلطان هجن الرياسة نتكلم نقول تصدر المشهد شفت إنه يعني أبو خليفة. يقول على أي أساس أقول أنا مضمر واحد من مؤسسة هجن الرئاسة حصد على 14 رمز لو تحسب المؤسسات الثانية كم رمز في خلال المهرجانين مضمر واحد فنقول بسعيد مضمر مضمر كلهم هم كفاية ما بس قصر نحن نتكلم على بسعيد ورباعتك نحن ما بندخل بيزعلون المضمرين ولا أنا عندي ترى مداخل المضمرين ما مكسور شوف بيزعلون المضمرين نحن ما ندخل خلاص نحن نتكلم بالمؤسسة المضمرين كلنا ظاهر بيمينه وعارف فعله في الميدان وفي إحصائية التتويج هذا واحد اثنين مضمرين كلهم ونعمان فرق أحد كلهم أكفاء كلهم أكفاء لكن أقول لك أن مضمر شخص واحد حصد كم رمز 14 رمز المؤسسات الثانية كم رمز ما تقارن هذا نفس هذا مؤسسة بعد مؤسسة الرياسة مضمر واحد من أربع مضمرين من ضمن المؤسسة أبو محمد بن زيتون يعني أنا اللي فهمته من كلام أبو محمد أن فقط بن زيتون تميز والبقية ما تميز لا كلهم عندهم حقهم أنا أتكلم لك يا جماعة الخير أنت ما فهمت قصدي يا أبو خليفة أنا أتكلم على مؤسس أنت عقبت على كلامي قلت كيف متصدر المشهد يعني كأن كلامي ما يازلك أنا تكلمت على أرض الواقع على النقاط وعلى الإحصائيات بن زيتون خذ 14 رمز من مهرجانين حلو شخص مضمر واحد من مؤسسه المضمرين الباقيين اللي في هجن الرئاسه ابو محمد ان المؤسسات كلهم ما جاب نتيجه بن زيتون نعم المضمرين يعني الباقيين اللي في هجن الرئاسه بيض الله ويهم ما قصروا كلهم باسمه كلهم خذ رمز وكلهم تفوق وكلهم له ماضي مشرف وحاضر مشرف طيب هجن العاصفه حاضر مشرف وماضي مشرف الشحانيه نفس الطريقه ما نغلل في مس واحد بس انت عقبت علي كلمه قلت لي كيف تصدرت المشهد الرئاسة؟ تصدرت بحصد الرموز ولا تسوي إحصائية في مهرجانين تشوف الفارق بينها وبين المؤسسات فارق كبير كبير مسرح وضيق بينهم. طيب خلونا نغير المحور. نعم. الشارة فترة القيض كان عندنا كثير من الشور. شو أبرز شارة يمكن تحدثنا عنها أو تطرقنا لها أو يمكن سرقت الأضواء في فترة القيض؟ في السن الصغير. في الفطامين. شوف أبو خليفة إحنا الحمد لله نحظى بقيادة نعم كلها من غربها إلى شمالها نعم لا ومن الختامي لا يعني بداية الموسم الشيوخ الشيوخ أبو سلطان الله يطول عمارهم داعمين يعني السن الكامل من السن الصغار في الهجن يعني عندهم تركيز كبير يعني كان مثل ما شفنا سمو الشيخ منصور بن طحنون الله يطول عمره نعم وكذلك ولي عهد أم القيوين نعم الشيخ راشد بن سعود عندنا تقرير عن هذا الشارع ونرد نعقب معك طيب نروح إذا منتصف شهر أغسطس الماضي كان موعد إقامة شارة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد إمارة مقيوين والتي خصصت لسن الفطامين ومثلت حلقة جديدة من حلقات الدعم لهذه الفئة العمرية عادة ما يكون الصيف موعد الراحة سواء للملاك أو الهجن في الميادين ولكن هذا الصيف كان مختلفا للملاك وخاصة الذين يبحثون عن الدعم في بداية المشوار ففي 14 من شهر أغسطس الماضي أقيمت شارة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى ولي عهد أم القوين الصيفية للفطامين التسعيرة الصيفية المتجددة والتي اشتملت على إقامة 20 شوطا على مسافة الكيلو ونصف الكيلو شارة شهدت مشاركة كبيرة وخصصت لها جوائز نقدية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى هذه الشارة القيمة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الشارات والجوائز التي أقيمت في الفترة الماضية بتوجيهات من أصحاب السمو الشيوخ لسن الفطامين لما يحتاجه هذا السن الاستكشافي للأبطال من دعم واهتمام قبل بداية الموسم المزدحم والذي تتجه فيه الأنظار نحو الميادين الرئيسية
والتي سيقام عليها التحديات الكبرى، شارة جاءت في وقتها تتجدد في كل عام وتعتبر مرفدا أساسيا للعزب التي تعتمد على الإنتاج، خاصة أن الشارة تفرض شروطا صارمة الهدف منها حماية المطية من أي تلاعب أو علاجات قد تؤثر عليها. شارة مهمة في ميدان مهم ودعم كبير لهذه الفئة العمرية، وشارة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى الله يحفظه يطول في عمره ولي عهد إمارة المقيوين، هذه الشارة كان لها هدف معين ووصلت إلى هذه الفئة من الملاك وفعلا شاركوا واستانسوا وباعوا. مثل ما قلت لك بداية حديثنا في الحلقة أبو خليفة، احنا الحمد لله عندنا الامور تتخلف دائما بالعلم الطيب. نعم. نقول الله يطول عمر الشيخ سعود بن راشد حاكم ام القوين وولي عهده الشيخ راشد، دائما حريصين، وهذا الميدان من اعرق الميادين في الدوله، ميدان اللبسه وفيه ملاك اللي هم بصمه في على المستوى المسكن عام، مخلف عليهم المعلب بالذات مخلف عليهم، وهذه الناس طول عمرك شعبهم وأهلهم ويعرفون الأشياء المهمة والأشياء اللي ممكن أنها تخدمهم وتفيدهم. اليوم الشورى الطيبة اللي مثل هذه يقدمها ولي عهد أم القيوين طبعا تخدم أهل الشكر عليه يا أبو. نعم نشكره الله يطول عمره. نعم. اللي طول عمره معي له هاي الجوائز. نعم. البها والجماعة محتاجين بسلطان. نعم. الشارة القصد منها طول عمرك هذه هي دعم منه، لكنها هي فيها بيع. نعم مثل ما تفضلت. نعم. وتنتج نوعيات طيبة يوم يكون عليها مسمى الحكام مثل ولي عهد أم القيوين يكون لها اهتمام، يكون لها صدى طيب ويتابع من أهل الخليج وأهل المنطقة بلا شك. وبتكون سنوية. نعم بتكون سنوية. نعم هذا سنوي حقيقة. بتكون أكيد سنويا. نعم. إحنا حكام ما يوجهون كل. نعم. يسلم ولده لا وهم عينهم عامن على الشعب. نعم. واللي يسوونه ما يوجهون أبو صحيح. صحيح. ما يوقف. اللي يسوونها كتب لا والله ما يوقف. وهذه أكيدها بس بتكون سنوية. صحيح ممتاز أبو خليفة. شو الحين شارت الشيخ راشد الله يحفظه. نعم. يعني كثير ناس باعوا منها واستفادوا منها. الله يطول عمره. الله يطول عمره. الله خير. هذه الشارة اليوم حن عندنا طعمك في المناطق الشمالية في ناس مساكين ما يقدرون يحملون. لا. ما يقدرون يشيلون. أنا أتمنى يعني شوفوا خليفة مثل يعني مؤسسة يعني مثل مؤسسة هجن الرياسة وهي الداعمة للرياضة مع هذه الرياضة أنهم يسوون بعد تسعيرة لهال الشمال ما تكون في الوثبة تكون في الإمارات الشمالية أسبوعيا. يعني المطية 800 والقعود 600 أول بداية الدورة وخلاص يزيدونهم ويحصلون العرب من وراها خير. صحيح. ويبيعون إحنا يوم نشوف أشواط هذا الشمال الله يطول عمر الشيخ محمد بن زايد يفتكن في الشوط طعمرك. نعم. 100 و120 و150 ها كلهم سبق. صح. لا وعندهم سبق العرب وعندهم سبق. نروح لشارة أخرى في الإمارات الشمالية في بادرة تؤكد على المكانة الكبيرة التي تحظى بها رياضة الآباء والأجداد وكذلك عند أصحاب السمو الشيوخ ومدى الحرص على تقديم كل أنواع الدعم لكل فئة وكل ميدان. جاءت شارة سمو الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان في ميدان اللبسة برأس الخيمة للفطامين كمحطة هامة من محطات الدعم اللامحدود. نعم راعي الضبي. نعم نشوف التقرير. السوان معدنا الله يسامحك. نشوف التقرير. في كل عام يدخل ملاك الهجن موسمهم بأمنيات وطموحات ونظرة على مكارم ودعم واهتمام لا يتوقف ويكبر عاما بعد عام من أصحاب السمو الشيوخ الذين يضعون رياضة سباقات الهجن في أعلى سلم الاهتمامات مما جعل الخير ينهمل على الملاك وحول أحلامهم إلى واقع يرونه أمام أعينهم. هذا الدعم لا يتوقف بل على العكس يزداد، فعندما يظن البعض أنه وصل لنهايته تأتي مكرمة جديدة تضاف إلى المكارم السابقة. ومن هذه المكارم التي أقيمت في الصيف شارة الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان مالك هجن الظبي الذي خصصها لميدان السوان بإمارة رأس الخيمة،
ففي 19 من شهر 6 حزيران الماضي كان ملاك الهجن مع موعد مع هذه الجائزة التي خصصت لها الجوائز القيمة من ضمنها 4 سيارات. 10 أشواط تنافس فيه الملاك في سن الفطامين على مسافة 1.5 كيلو. فئة كانت تبحث عن الدعم فوجدتها أمامها لكي يتوسع الاهتمام ليصل لكل فئة ومالك. جائزة كان لها وقع كبير على المشاركين الذين غمرتهم السعادة والفرحة بهذا الدعم الكبير من سمو الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان. فالشكر الجزيل لسموه على ما يقدمه لعالم سباقات الهجن. الشكر مثنى المنصور منه شيخني شجع جميع المركضين ساس طيب من قوم من وارثنا بهو راث من حرار النادرين في السنين العاتيات اللي مضنا بالشجاعة والكرم السايدين في السنين العاتيات اللي مضنا بالشجاعة والكرم دعم كبير كذلك من راعي الظبي سمو الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان وإقامة هذه الشارة هناك في رأس الخيمة أبو سلطان. دعم كبير من راعي الظبي. نشر الظبي ولهب غريبة عليها راعي الظبي هاي. نعم قبلها مسبوق بها طحنون بن محمد طول عمره دعم ومشتري ومسوي الفحول اللي مستوية من العرب. وهذه العيال طحنون عيال طحنون بتلقاهم بعد وهذا الشارع اللي سواها رع الظبي بتلقاها مستمره بعد سنويه في السوان يستاهلون وهالسوان يستاهلون وعندهم السبق الطيبات وساه السبق من هناك ظاهر من بعد السبق من عندهم لا 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 بالدروع بالدروع ونعم لا هناك بالدروع اللي صيف ها انتوا اثنين عندنا واربع السوان معروفات ها بنات مسج العرب عندهم سبق مثل ما وترى المسج رد للصيفر
تقول لك عندنا سبق عندهم سبق. اي نعم السبق موجود في كل مكان لكن العرب اكتفى يظهر عندهم السبق ومنصور بن طحنون هاي الشعر اللي طبعا حطها سنويا لهم. ابو خليفه الله يطول عمره الدكتور شيخ منصور بن طحنون نعم هذه الشعر اللي حطها راعي الظبي هذه كم مسكين استرزق من وراها وايدين هذا اللي يدعو له وكم الناس اللي يدعو له الله يطول عمره نعم. ويحافظه هو وعياله راعي الظبي دائما طال عمرك الله يطول عمره يحب فعل الخير حط هذه الشاره في راس الخيمه لو شفت انت الاجواء اللي عشناها في راس الخيمه عند صرت انت هناك لا عند بن سلومه والرابع اللي شفناه في التواصل عند بن سلومه تابعته نعم تابعت بن سلومه وتابعت الرابع اللي هناك الزمط اللي بينهم نعم وتابعت السوق اللي استوعق بالشاره هذه دام انك تابعت بن سلومه شو رايك ناخذ اتصال بسم الله راشد بن سلومه ويانا هو يسمعك تسمعنا الله وبركاته يا مرحبا اول شيء اقول لك الحمد لله على السلامه الله يسلمك ويسلم غاليك من كل شر يا رب اتاك والله بالخير الراجل ابطيت هناك متى رديت والله انا من جريب من جريب شكرت من جريب يعني كم شهر من شهر ما شكرت حق على الصوت اخواني ما نسمعه من شهر رديت والله لا تيلي حولها لا تبين الخافي كله هبل عازل والله ما ودك ترد اللي عينينك دراك بعد ما تذكرته بالسلامة الياريات ما نخاويك أبو سنيدة والله ما أحمد داع طيب أول شيء نحن نشكرك على نقل الصورة الجميلة في هذه الشار للأمانة تابعناك وعيشنا أجواء الحماس والإثارة والضمت قبل الشارة وفي وقت الشارة وبعد الشارة قبل ما نبدأ معاك هذه الأجواء أبو سنيدة خبرنا وقع هذه الشارة على أهالي إمارة رأس الخيمة عندما تم الإعلان عن إقامة هذه الشارة أول شيء جزاكم الله خير على استضافة هذا الاتصال بيني وبينكم والله يوفقنا وإياكم لنفع هذه الرياضة أخواني المحور كامل في الحديث بالنسبة لوقع هذا هذا الحدث على ملاك الهجن في ست جوان في إمارة رأس الخيمة اللي كان التوقيت وظني الربع عندك يأيدوني في الموضوع هذا نعم. التوقيت طال عمرك يا تاريخ 19/6 اللي هو إعلان عن 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 المهرجان هذا اللي سواها الله يحفظه الشيخ الدكتور منصور بن طحنون التوقيت هو اللي لعب دور في الموضوع هذا كله نعم. طال عمرك أنت عارف الوقت هذا من شهر 4 و5 و6 الناس كلها قد اللي دخلوا عالم الركض وخلاص مزبلين على المقيض واللي عندهم فطامين وزاهدين يبون يزهبون لفطامينهم أول وقت والحمد لله معتمدين على الله في السماء ثم على الصناديق اللي تدار في الميادين صحيح. الفرعية وهم ينظرون للصندوق هذا بيطلع منها رابط وبيطلع منها مركاب وهذا الرابط طال عمرك بيتم تداوله في الواتساب وعلى اثره طال عمرك يمكن يبيع ويمكن ما يبيع اذا حد يازله وما يازله كيف شفت المستوى الفني المشاركات الحلال المستوى الفني كان قوي يا سلام اذا انتم شفتوا الركض والروابط توزعت والتوقيتات شفتوهم التوقيت كان طيب عصام مثل ما اعيد واكرر على الموضوع التوقيت جدا كان طيب في الوقت هذا الحمد لله رب العالمين اللجان ما قصرت اللجان المنظمة جهزوا وتعبلوا والعالم طال عمرك ارتضوا والحمد لله ولوا خير وحصلوا خير اللهم لك الحمد والشيوخ طال عمرك ما يقصروا نعم انت سويت لنا اجواء وسنيدة كيف نعم. كيف شفت الزمط بين الملاك قبل واثناء وبعد الشارة خوي عصام نحن في الميدان نعرف الرجال ربيعنا اللي مركب صندوق اللي طاف اللي مركب الصندوق اللي جاي الركاب معروفات السبك فلان عنده بكره سبوق مركبه في التاريخ الفلاني وثابت فلان عنده بكره مركبه في التاريخ الفلاني وثابت هذه طال عمرك بيتم بيدخل كلهم في الاشواط الاوليه اشواط السيارات ومثل ما يقول كلنا عيال قريه وكل واحد عارف خيه صح فكل واحد هني هو يقول لا انا بكرتي في التوقيت اليوم الفلاني كان توقيته افضل اذا جت جاهزيته لليوم هذا بكل شيء توقيته افضل عرفت فكان في اكشن جميل لكن كلهم حولنا يعني ما بنا فلان مثل ما يصير في الختاميات يعني فلان من بعيد جاي وفلان من الشرق ولا من الغرب احنا كلنا حولك عرفت نعم حولك هاي يقول لو يسبقني واحد من بعيد مو علي لكن يسبقني ياري هني اللي تلبق الامور اكثر زحمه نحن نشوف الاشواط قدامنا زحمه حلال ما شاء الله نعم تعرف انت العالم يبونهم كذا اللي ونوا عن اخفوا شوي على حلالهم عشان
عشان يقولون متذخرين. ومن يوم الخبر الشارة هاي معنا شارة يا خبرها قبل بشهر، يعني تم تحديد تاريخ 19 يمكن في أواخر شهر 5 أو نصف 5 حددوا تاريخ 19. فالناس اللي كان عنده حلاله شوي فيه نزول ولا مريحنا لا أرد وكارب عليه بين تاريخ 19 يكون جاهز إن شاء الله. بو سنيد أنا شفتك تلف العزب وايدين، يعني أنت تروح ما شاء الله من عزبة لين عزبة، لكن اللي يظهر اللي يوقف موتره ورا شاردين عينك، شو سويت بهم؟ والله ليه التصاريح دائما تخوف خاصة التصاريح اللي قبل الركض هاي والركض باتر، وأنا أدور حد من العزب ما رأيت أقول لك إنه عارف لأن نتكلم وزمط ولا قال لأنهم كلهم مثل الحذرين ما يبون يفرحوني بشيء طبعا قبل في بيع صار في بيع في الشارع يا لطيف عقولة ابن عويضان الله يعافيه نعم أنها استفادة وعرف والحمد لله رب العالمين. أول شيء كان في مركاض قبل هذا المركاض حصيلة البيعات كانت تقريبا 1,360,000 ما شاء الله المعرفين. وفي الركض هذا في الشارع هاي نفسه الشيخ في الشارع هاي نفسه نعم وصل الأسعار الحلال تعرف الأول ماخذين على الجيمة الأولية صح. عقب يوم استوى المهرجان العرب حلالهم غلي واستوى قال عمرك الأسعار مبونهم كانوا يبيعون على 150 و160 و200 و250 لا العرب عمرك تقبضت من 300 وفوق والحمد لله ترزقوا أول البايعين عبد الله بن سيف. طيب سفير نحن نشكرك راشد بسلومه الخاطري نشكرك على هذا الاتصال الهاتفي يوم قلت لك تعال عندنا الاستديو قلت لي عندي اعلان يعني الله يسامحك الاعلان اهم من الاستديو مالنا والله الاستديو طال عمرك بي وبشب في حكي لكن الاعلان بحصل وراها الظاهرين بس هي ما في فايده من هبات الريح بيصيرا نحن شوفتك احنا كملت سنه ما شفناك الله يطول عمرك تشكر حق الطيار يوم وصل المغرب هناك ما عاود أي شيء ولا تكلمنا الحين كله مثال المغرب كله مثال على المغرب لا عليه ها طيار أبوي بنى تلفوناته من وصل المغرب بالشرك لا عليك نعم لا رياضي هب هو رجال ينبل أقولي أشكرك يا راشد شكرا لك أبو سنيدة ونشكرك على هذا الاتصال الهاتفي عليك الضبي عيد صورة طيب أشوف شو بنتكلم فيه عيد محمد سالم المعد عيد صورة عيد صورة الضبي منصور عيد صورة الضبي مع سمو الشيخ وخليفة المركاض هالاستوى في رأس الخيمة في بداية الموسم وكانت أزمة هذه أزمة كورونا بعد الشيخ منصور الله يطول عمره دعمهم بجوائز وبيع ومشترى نعم يعني هذا الدعم لهالفطامين الله يطول عمره ويدفع الشر عنه هذا الدعم يعني هو ما بغريب عليه وهم يستاهلون والعرب اللي اشتروا طعامك من اشتروا حلال سبك نعم وراعي الظبي احنا نشوفه جالس يأسس ما شاء الله يشتري لعزوته من الفطامين والحجايج مشتريات جدا متميزة وتوقع ان شاء الله بعد سنة سنتين راح تشوف راعي الظبي حتى من بنات الظبي ومن الحلال اللي يشتريه في أشواط السيوف وأشواط السن الكبير نعم. الشيخ منصور تراه ابو خليفة المطية يعني حتى لو اشتراها اللي سمعته وتي يعني مثلا ثالث رابع خامس عادي يقلطها ويخلي ما يخلي غير النادرة في العزبة نعم سابقا إقامة الشارات السباقات تكون عبارة عن منافسة مناسبة أبو محمد عرس فرحة تخريج من الدراسة هاي كانت منافسات أو مناسبات الشارات والله أبو خليفة نحن بلسانة ملاك جميع ملاك الحلال نشكر سمو الشيخ الدكتور منصور بن طحنون راعي الظبي على المهرجان اللي قام وصراحة عيشنا أجواء احتفالية وكرنفال وعرس خليج لأبناء المنطقة والناس نعم. استفادوا وباعوا وفي نوعيات مثل ما ذكر أبو سلطان نوعيات جيدة هالميدان ميدان تاريخي فسمو الشيخ منصور بن طحنون عندي موضوع بعيد شوي عن الركض وبابه ودعمه هذا الشخص عمرك فيه جائحة كورونا في الأمور اللي صارت سمو الشيخ منصور بن طحنون وقف وقفة لابن البار للشعب وللإماعات والمحبين هذا الشخص طال عمرك وقف وقفة يعني صراحة الواحد يرفع له العقال فيه الله يطول عمره الدكتور الشيخ منصور بن طحنون بحبه للناس الكبار في السن الحبه نعم. للصغير اللي وصلت للإنسان التعبان يجيه لين بيته يهتم بتقول واحد من عياله هذا الشيخ وهذا طال عمرك دليل على أن نحن في قيادة
صراحه محسودين عليها. نعم. من محبتهم انت واضعهم، من محبتهم لشعبهم. شفنا الدكتور منصور بن طحنون الجندي المجهول اللي ما يحب، يمكن حتى كلام ذي يمكن ما يجوز اني اذكره في الاعلام، بس هاي كلمه حق في سموه، انه وقفت بطل في ظل الجائحه، صار طال عمرك للبعيد وعنا للقريب، وعالج اللي طال عمرك كبير في السن وقفله لين غدا بخير وبنعمه. فهذا الشيء طال عمرك يمكن. نعم. كلامي كثير من الناس اللي شاهدوا واللي عانوا من الجائحه انهم يشكرون على الكلام اللي انا نقلت الصوره اللي سموه الشيخ منصور بن طحنون. فدعمه للموروث الشعبي او المهرجان اللي صار في اللبسه، هذا طال عمرك قليل في مكارم سموه، له نظره بعيده. انا سمعت من سموه ان فيه مهرجانات راح يقدمها لابناء المنطقه اللي هن اتوقع هذا المهرجان بيستمر. الله يطول عمرك. المهرجان او الشعر هذا بتستمر، راح يستمر سنويا. فدائما شيوخنا الله يطول عمارهم عندهم نظره شامله، نظره مستقبليه، يحبون الخير لما عدتهم ورفاقتهم وريالهم. طيب. فدعمهم دليل على طال عمرك سخاهم وكرمهم الله يطول عمارهم. نروح لميادين السلطنه، ميادين سلطنه عمان، وكذلك كانت هناك سباقات في دول مجلس التعاون الخليجي ولم تهدأ في فترة الصيف، وواصلت تقديم السباقات والشارات. ففي ميدان البشاير بسلطنة عمان تنافس الملاك على شارة السيف الذهبي التي تحتفل بنسختها السادسة هذا العام. نتابع. ميادين سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي تواصل الاستعداد للموسم الجديد من خلال إقامة الشارات والجوائز، ومن بينها منافسات شارة السيف الذهبي في موسمها السادس والتي أقيمت في ميدان البشاير في سلطنة عمان بتنظيم من لجنة الميدان بالتعاون مع دائرة ميدان البشاير. وتضمنت الشارة إقامة 11 شوطا للحقايق على مسافة الكيلومترين، وأربعة أشواط للقاية على مسافة 3 كيلومترات، وشوط للإذاع على مسافة 4 كيلومترات. التنافس كان كبيرا للفوز بالجوائز المالية التي قدمت للفائزين، بالإضافة للرموز الذهبية للسيف والخنجر والشداد والشعلة. وتمكنت هوايل لثويني بن حمدون اليحافي من الفوز بالسيف الذهبي في شوط الإبكار للحقايق، فيما نال الخنجر الذهبي في شوط الجعدان من هل سالم بن حمد بن شطيط الجنيبي. في الشوط الأول للقاية حققت عبرة لسعيد بن حمد الجنيبي الشعلة الذهبية عند أول الأشواط المخصص للإبكار. أما الشوط الثاني فكان للجعدان، فنال شاهين لسليم بن سالم الدرعي من الظفر بالخنجر الذهبي. وفي شوط الإذاع كان النصر حليف الشاهينية لمحمد بن شليويح الجنيبي، وأتى النصر المبين. المشاركة كانت كبيرة والتنافس شديد بين الملاك للظفر بالجوائز القيمة التي خصصت لهذه الشارة السنوية، والتي تأتي داعما لملاك الهجن في سلطنة عمان. شارة السيف الذهبي شارة مهمة في ميدان البشاير، تواجد بها أغلب الملاك في سلطنة عمان وتحظى باهتمام كبير، موسمها السادس. نعم. وهذه الشارة من طلاقتها هي تحظى باهتمام كبير، والملاك يحرصون على المشاركة فيها، وعندها كذلك مختلف الأعمار من سن الصغار لسن الكبار. نعم. اولا ابو خليفه نتقدم السيد حمد بن سعيد الهنيبي ابو صقر على حقيقه دعمه في هذه الشاره لاخوانه في السلطنه، وللامانه توقيته مميز جدا يعني. نعم. في وقت جهوز للخروج من السلطنه وتمثيل السلطنه في دول الخليج، خاصه لهذه الاعمار اللي شفناها سنه في الطامين، طبعا لهن تصفن الحقائق واللقايه والايداع. الاعداد شوفوا محمد، اعداد كبيره، مستويات متقاربه مثل ما نشوف. شوف الجمهور ما شاء الله. نهني ثويني اليحافي على انتزاع شوط الحقائق السيف، وكذلك بن شطيط لينيبي سالم بن حمد بن شطيط لينيبي على انتزاع رمز القعدان. للامانه شفنا مشاركه، شفنا اعلام قوي كان حاضر
وهذا أهم الأشياء في دائما في المراكيض. كان مستوى الإعلام قوي للأمانة، وكان في تنافس وفي حديث ومزامط قبل مستوى الركض، ونفس الإعلام ونفس المستوى اللي كان قوي شفناه في اليوم التالي في المنافسة. نعم. كانت منافسة قوية للأمانة. يشكر أبو صقر على هذا الدعم اللي هو ما يستغرب منه من الريال اللي لهم وصله ولهم علوم طيبة عند أهله وعند شركة ربوع هيمة. هم الرعاة. نعم. هم الرعاة للموسم السادس. طبعا هي يمتلك حمد بن سعيد الجنيبي، نوجه له تحية. وساد السنة يدعمون هذا المركاض كل سنة بجوائز قيمة. يمكن السنة في شوطين لهن لاند كروزر بيكاب للفائزين. نعم. بالإضافة إلى السنة ميدان البشائر استحدث آلية جديدة في عملية تأهيل المطايا، فأصبح في تأهيل من مدة شهر أو شهرين للأول والثاني لهذا الشوطين. شفنا مثل ما تفضل أبو محمد أول شوطين اللي هي. طيب أستأذنك نأخذ اتصال. سعادة الشيخ حمد بن سعيد بن صالح الجنيبي، عضو مجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة شركة ربوع هيمة، مرحبا بك ويانا. يا مرحبا وسهلا، حيا الله الأخ عصام، يا مرحبا فيكم. أول شيء نشكركم على هذا الشارة وعلى هذا الدعم للسنة السادسة على التوالي. خليتونا نعيش أجواء حماسية هناك في سلطنة عمان، صحيح نحن في دبي لكن كانت الصورة جميلة لنقل السباقات هناك، وعشنا أجواء التحدي والإثارة، ونشكركم على هذا الدعم. العفو طول عمرك، جزاكم الله خير، نحن شاكرين لكم هذا التواصل وهذه الاستضافة في برنامج الأصايل في دبي ريسينج. لا شك أنكم داعمين دائما للركض ولميادين الركض الذي أسسها المرحوم الشيخ زايد بن سلطان الهيام رحمة الله عليه، والذي أسس هذا رياضة الأباء والأجداد ووضع قواعدها في دولة الإمارات، ولا زالت نتائجها نعيشها لليوم لجيل بعد جيل. نعم، دعم تواصل بشكل مستمر من أول سنة لين السنة السادسة، شو سر هذا الدعم والاستمرارية في الدعم؟ الله يطول عمرك، والله هذا الدعم طال عمرك رياضة الآباء وموروث الأجداد، هذا واجب علينا دعمه. فنحن لاحظنا في إشارة السيف الذهبي فيها حماس كبير من قبل المضمرين، وكل سنة حاولنا أن نواكب التطور في ميدان البشاير الذي نتقدم بالشكل الجزيل لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ودعمه السخي، وكذلك متابعة صاحب السمو السيدة عاد بن طارق الذي قام بهذا الميدان في العهد السابق والعهد الحاضر، ولا زال يتابع هذا الميدان حتى وصل إلى المستوى الحالي اللي يناهض الميادين في السلطنة وفي خارج السلطنة. فنحن نواكب هذا التطور، وشفنا الناس الحمد لله رب العالمين استفادوا وباعوا أصحاب بوش، والحمد لله رب العالمين يعني شفنا نتائج طيبة من قبل الشارع الرياضي للسباق الهجن. نعم، في شارات جديدة أو أخرى بترعونها كذلك غير شارة السيف الذهبي؟ والله طال عمرك نعم، هذه الإشارة حم بدينا في أول كانت بالسيف، السنة هذا طورنا وضعنا كروزرات، كروزر حطينا الأبكار السيف الذهبي، وحطينا كروزر أيضا الخنجرة الذهبية للجعدان، وأيضا إن شاء الله العام القادم بتكون في ولاية الدقم بالمنطقة الوسطى حيث أن يمثل هذه الولاية، وأيضا بوضع هناك العام القادم نفس هذه الإشارة وفيها تطويرات أخرى من رموز وسلفة ذهبية البوش الكبار. نعم ممتاز. كيف رأيت الإقبال والبيع؟ هل كان في عملية بيع ومشترى في هذه الشارة؟ الحمد لله بعون الله وتوفيق وجهود القائمين والمشجعين لهذه الرياضة، نعم الحمد لله في هذا العام كان بيع كبير أكثر من 3 ملايين الحمد لله رب العالمين، و البيع الحمد لله مستمر والناس استفادت بفضل الله. نعم. وجزاهم الله خير والناس المشجعين لهذه الرياضة. نحن نشكرك سعادة الشيخ حمد بن سعيد بن صالح الجنيبي، عضو مجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة شركة ربوع هيمة، على هذا الاتصال وعلى هذا الدعم الكبير لهذه الشارة هناك في ميدان البشاير. أبو سالم دعم كبير، ونشوف الشركات مساهمتها واضحة اليوم، شركة مثل شركة ربوع هيمة تقدم شارة متكاملة،
نحن نريد كذلك عندنا في الدولة نبغى شركات تقدم شور، ما نبغى مهرجانات كبرى، شور للفطامين للمفاريد يعني للأعمار الصغار مو بشرط للأعمار الكبرى. أبو خليفة هذه بادرة طيبة من الشيخ سعد الشيخ حمد بن سعيد الجنيبي وربوع هيمة على دعم المراكيض في سلطنة عمان، نوجه لهم تحية وشكر، وأيضا نوجه الشكر إلى التنظيم الرائع في ميدان البشائر. هذا الميدان اللي تأسس بتقنية حديثة متطورة، احنا يمكن حضرناه عند الأخسان بنتعرض في أول افتتاحيته. هذا الميدان نموذج للأمانة وتحت كادر كامل والكمال لله. دكتور أمانة اللجنة المنظمة، نعم دكتور عبد الله الجنيبي، متعاونين لأبعد نعم الحدود. دكتور عبد الله الجنيبي مدير دائرة ميدان البشائر نوجه له تحية. هذا الشخص المتعاون متقبل للأفكار عند جميع جمهور هاي الرياضة، نقول بيض الله ويكم على التنظيم الرائع. أنا تكلمت عن جزئية أبو خليفة التاهيل اللي عملوه الجماعة في ميدان البشائر وتصوير المطايا وعمل يعني شيء رسمي وحلفة عن نقل الدم وعن الأمور الثانية في بداية التاهيل. هذا يدل على احترافية الإخوان في ميدان البشائر وعلى التنظيم الرائع. شفنا يعني التوقيت المتميز، يعني دقيقتين واثنين وخمسين من الهوايل الليثويني اليحافي، نوجه له نعم تحية. وهذه البكرة هي من الزمول اللي أهداهن ولي عهد دبي الله يحفظه أبو راشد، أهداهن أخوه صاحب اسمه السيد أسعد بن طارق، في زمول أهداهن السيد أسعد بن طارق. من ضمن الزمول هاي راح هدية لصاحب اسمه السيد أسعد، وموجودات في ميدان البشائر. ولد شاهين دغاش بنته نعم حمدان بن محمد كله نعم. بركة الله يطول عمره واني وصل الخير نعم. هذا طال عمرك ايضا يعني شيوخ الله يطول عمارهم والمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي متواصلين متقاربين، يعني نفس يعني اهتمامات حب الخير للجميع. ايضا قعود اللي هو بن شطيط صراحه يعني نعم منفرد يعني. منفرد واعطى نهايه جدا متميزه توقيتهم. نعم وتوقيت متميز نفس هوايل الركض لو في حركه سوق وسال الاعداد اللي شفناهن اعداد هذا كله تاهيل سير ختامي هذا ختام تاهيل بعد تاهيل وهذا بيعطي طعمك المطايا بعده بيعطي مطايا لطعمك المراكيض في الخليج. هذا البعيد اللي تكلمت انا عنه اللي هو الشاهين دغ اربع من بناته تاهلن في شوط السيف، هذا نفس الشوط هذا نعم. اربع من بناته يعني هذا مستقبل فحل ناجح في سلطنه طول عمر بالهداه والعرب يستحجون يستاهلون. ابو محمد بنعود الى محطاتنا في دوله الامارات، بنروح ميدان بسمره، اقيمت شاره كذلك في ميدان بسمره بدعم من كذلك علي راشد الخميساني بمناسبه فوز هجن الرئاسة بالسيف وانتزاع مرضية للسيف في ميدان الشحانية. شارة كانت المفاريد مشاركات كثيرة وحدثت فيها بيعات وانتقال ملكيات كذلك. والله أبو خليفة أول بداية عمرك نشكر سيد علي بن براشد الخميساني على الدعم اللامحدود لسن الفطامين وعلى مشاركة فرحة انتصار مؤسسة هجن الرئاسة في مهرجان الشحانية. فهذا اللي طال عمرك حب ابو شيخه اللي هو علي بن راشد الخميساني للمعازيب ولهي المؤسسه الغاليه على كل شعب دوله الامارات اللي يتمثل فيها صاحب السمو الشيخ خليفه الله يطول عمره رئيس الدوله. فناموس الشيخ خليفه ناموس كل اماراتي ناموس كل انسان طال عمرك محب للقياده الرشيده، وعلي بن راشد الخميساني شخص محب لهي القياده نعم وما أكبر مشجعين والهجنة الرئاسة. فبيض الله ويها الشارة شفناها وصار فيها طال عمرك انتقال ملكيات كثيرة، مركاض كان عليها غبال كبير فحط شارة جزلة وبيض الله ويها أبو راشد دائما علومها طيبة ويوم يحط الشارة يحط عمرك شارة جزلة فحطها مقابل فرحة شعب وفرحة قيادة وفرحة شعب على انتصار هجن الرئاسة. هذا الشيء لا يستغرب عليه أبو راشد، نقول بيض الله ويهك على الدعم لا محدود لهاي السنة الفطامين والجيل الصاعد في مسمرة. يعني لما قطعنا مسألة أبو محمد الله يجزاه خير أبو راشد علي بن راشد الخميساني على وضع يعني هذه الشارة وفرحة الجميع بفوز مرضية بالسيف. لكن احنا مثل ما تكرمت انت وقلت في قبل شوي احنا نتمنى انهم من الشركات مثلا في بداية القيض في الصيف نعم. انهم يدعمون المراكيض في الميادين كاملة ورجال الاعمال المقتدرين هم يدعمون هذه الرياضة مثل ما الشيوخ الله يطول عمارهم يحطون مهرجانات وركض له دعم بسيط. يعني علي بن راشد الخميساني الله يجزاه خير
مواطن حط شاره طعمك وفوز مرضيه والعرب استفادت منها وباعت وحصلت خير. وسعيد بن سهيل بن دريوي نعم والعرب باعوا من والعرب باعوا واستفادوا. نعم يعني هذه المراكيب راعي وسميه نعم نشكر عليها هذه المراكيب واشارت على دائما هو بعد هذه المراكيب يوم يحطونها الشركات واللي يحطونها رجال الاعمال صحيح هاي ترد مردود طعمك على الناس اللي مساهمه منهم نعم وينفعون العرب وينفعون العرب يجددون الولاء يساهمون في خدمه هذا الرياضه. نعم خليفه حتى ساعات ابو شيخ اللي هو علي براشد الخميساني هاي مو أول شارة حطها حط شارة عمرك أعتقد يمكن في الشمال حط شارة غيمة شفنا عنده نخبة من الزمول وراشد عمرك يوم يجي عنده بعير الطيب اللي مركض نعم. تشوفه طال عمرك سباق للمحميات وده طال عمرك أنه يطرش لكل محمية بعير من زموله منتجه ومن زموله الخيارات المنفعة المنتجين هذا دليل طال عمرك على حبه منفعة ملاك الحلال حبه طال عمرك اللي فعل الخير سواء نعم. في الجوائز سواء طال عمرك في مناخ الزمول. طيب أبو سلطان نعم عندنا فكرة توقع اليوم تبغى تطرحها على موضوع الانتاج صحيح؟ نعم شو هذه الفكرة؟ والله بطرح من الفكرة هاو يمكن إن شاء الله أنها أقول أنها تنال رضا المستمعين نعم ملك وأصحاب السمو شو طيب هاي الفكرة أنا أقول الحين ترى الانتاج عندنا هني في المرموم وفي وثبة صحيح أنا أقول له يشمل الرئيسات كلها بتكون أفضل ونحن ما نبغى شارة غير الشارة الموجودة من ضمن الشارة الموجودة الأشواط الموجودة يخصص منهم للأشواط الإنتاج مثل الدوار الحين كلها على 20 شوط فيهن مثل بخلي 8 أشواط للإنتاج واثنين حيال أشواط مفتوح ولا 6 أشواط للإنتاج وباقي الأشواط مفتوح. شو تقصد في الميادين الأخرى مثل طعمك ميدان الحين سيف العرب ميدان الهباب ميدان طعمك الطي ومثل الميدان تابعات الاتحاد بعد يصل الميادين للهن كل الميادين اللي فيه تاهيل يعني فيهم 5000 كل انا قصدي انفعمك الناس عندهم انتاج والانتاج هو كله يقدر يشارك في مرموم ويقدر يشارك في وثبه عندهم انتاج على قد حالهم بيشارك بهناك مطيته وبيستانس عليها وعلى سبقها طال عمرك وبيرتاح منها اي نعم انتاج شو رايكم بتنفعه يعني هذه الفكره هاي الفكره الانتاج تعمم بدل ما تكون فقط في ميادين الرئيسيه لا في كل الميادين الحين الناس الجائحه هاي ما يقدرون يحملون فيها يبون فحوصات ويبون وايد اشياء يعني تنقل شويه صعب لكن يوم بتعمم في كلام شو رايك استاذ سالم كلام ابو سلطان كلامه جدا ممتاز يعني بتعمم في الميادين كلها يرتاحون الناس من الاتحاد الله يطول عمرهم خير الشيوخ وايد مثل الميادين اللي فيه تاهيل الحين للثنايا والحول يكون طعمك اللي فيه جوائز مثل 5000 نعم. يكون فيه تاهيل يكون ما فيه تاهيل يكون فيه أشواط للإنتاج والمنتجين نعم أبو سالم هم قلعوا كلام لا أنا أقول مثل مبلل الرشاط هذه لا الرشاط طعمك اللي كل فيه الركب دعم من 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 سواء من اتحاد الهجن ولا طعمك اللي خاصات مركاض دبي كل مركاض يستوي المركاض اللي يستوي يكون منه أشواط إنتاج خاصة يعني زيادة في الإنتاج راي طيب في نفس الاشواط بس يخصصون مجموعه 4 أو 8 حسب حسب الميدان الحين 20 شوط يسوون بدال ال 20 هذه يخصصون من 6 أو 8 حسب عدد الانتاج الموجود ممكن فكره طيبه سلطان كلامك اللي تقول انت عين الصواب الحين لحلال 20 شوط نفس الناس اللي مشاركين اغلب الحال كله انتاج فراح تبقى في الشواط المفتوح لو يتخصص اشواط 8 أشواط للمنتجين نعم. بالعكس هني بيخف على الاشواط الباقيه وبيحفظ المنتج نعم. من الـ من الـ الحلال الباقي نعم. انا تعيد حلال انت يا رامز طيب. عندك مطيثه متودع لنا ولا شارك وصلت الفكره ابو سلطان انا بركض عنك في شواط الانتاج عندي بكرس بستانس عليها وصلت الفكرة عشان نغلق هذا الموضوع أبو محمد بس تعقيبه لا الفكرة طيبة هي بس شغلة تنظيمية أن من تبدأ الحاشي يركض إنتاج في الميادين الفرعية والرئيسية دائما يكون في الإنتاج حسب كلام أبو سلطان هي نعم والمفتوح دائما يبقى مفتوح شغلة تنظيمية يعني نعم الاتصال جاهز ولا بعده نعم بعد الاتصال مبجات طيب عطونا الإعلان لمختبر مركز الإمارات للهجن وكذلك لمجموعة العلمية المتقدمة ومحمية الجوع طيب يعلن مركز الإمارات للهجن عن فتح باب استقبال الحلال يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021 عدا يوم الجمعة والاستقبال راح يكون من الساعة 7 إلى 1 ظهرا أبو محمد والله انا مركز الامارات للهجن قبل ما تسالني اشوف وايد مهتم بموضوع
الانتاج والمناخات اكثر عن ركض. حصل بوش. اي تفضل. حروم وطاح راسي. يا يا شو تبان خلنا ابوي خلنا. تفضل. زين. السؤال راح. راح عن السؤال شو سالت انا؟ السؤال انت قلت للانتاج المنتجين مال مختبر الامارات. لكن قلنا له حنام حروم وطاح في عصيده. ها خلاص انت بديت تشتري في الحلال وينك حلال الحين تبغي المناخات. اللهم لا حسد. اللهم لا ومختبر مركز خلاص بنوخ بنسوي نقله جنه وبندخلنا بقوه شو ما يقولون يستاهلون. مركز الامارات للابحاث موفرين يعني كثير من التسهيلات في عمليه المناخ. وعلي بن ضاعن جزاه الله خير يعني متجاوب ومتساهل عند الجميع. نعم اشهد. ونوجه له تحيه ومجتهدين الجماعه ما عليك الا تجيب مطيته. كان بغيت تنقل لجنه ومناخ طبيعي فكل الزمول بعد عندهم السنه ظني خروف بنبوت هي اهم الخروف واهم طعم شراب وسراب وشيء من زمول بعد زينه. وعندهم عاد مسامح ما يحتاج عندهم مسامح. نعم. مسامح عندهم بعير الرئيس. وموضوعكم السابق هم بعد داخلين فيه موضوع الدعم الشوار. بعد يدعمون الشوار مراكيض. نعم صحيح. نشوف الاعلان الثاني للمجموعه العلميه المتقدمه. كذلك تعلن المجموعه العلميه المتقدمه عن فتح باب المناخ للزمول الخارجيه من تاريخ 14 سبتمبر 2021 يعني تقريبا بعد اسبوعين. وكذلك محمية القوع تعلن فتح باب المناخ للزمول في هذا الموسم بتاريخ 3 سبتمبر 2021 من يوم الجمعة. يعني ورا باكر. ورا باكر من يوم الجمعة إجازة العالم. لكن بعد ناس الفحص متوفر في المحمية والمناخ في هذا الشهر في فترة الصباح. صحيح. حر الصبح برد. الصبح برد لهذا يمكن هذا صحيح. نعم. طيب معنا في هذه اللحظات المحلل مطر غانم بالقوبة. ارحب بك يا نبي بالمسفر. خلي اللي عندك يا مرحبا بكم. مرحبا وسهلا ابو مسفر. في حلقة من حلقات تحدثنا معاك أو أنت قدمت كذلك راية واقتراح عن موضوع التأهيل لأشواط الرموز. واليوم نشوف فعلا اتحاد الإمارات لسباق الهجن حدد 6 ميادين رئيسية في دولة الإمارات و3 ميادين رئيسية في المملكة العربية السعودية وكذلك في دولة قطر. مقترح كلمنا فيه في برنامج الأصال اليوم الحمد لله يتم كذلك الأخذ في بعض مقترحات برنامجنا لتفيد كل ملاك الهجن. الدليل ان البرنامج ناجح والله طال عمرك المسؤولين يتابعون البرنامج واكيد انه سووا دراسه على الموضوع هذا وهذا الافضل. الحين طال عمرك انت لو بتصير تاهل مطيه في دوره ونقول في دوره فرعيه فتشون في الشوط 6 ولا فتشون 5 ولا فتشون 7 بقول في سن الحول والثنايا. انت الحين مطيه هذه تاهلت جبت من دوره فرعيه عاديه ما تستهين بالدوره الفرعيه لكن في الشوط 6 ولا 7 ويبت انت بشوط سيف اهلت زي انت هالمال له جيت ركضت بالبلد في دبي او في الوثبة او ما نقول لك في شويحان في دور قوية ركضت يعني تقيمت بضيتك انها تكون مطية رمز لا انت قلت لا باهلها وبركضها في دورتها يوم بتجهز بيبة وبركضها مثلا في شوط سيف انت زاحمت السبوك نظرتك لمطيتك كانت في ميتك انت انها صحيحة وهي مش صحيحة فالحين طلع عندك حصرة والتأهيل في 6 دور وهذا شيء وايد زين حق المطية لسن الكبار ابو مسفر الثنايا والحوت. نعم انا اتكلم عن سن الثنايا والحوت. نعم. زين لكن في نقطه واحده ابو خليفه ودي اطرحها. الحين طال عمرك سن الثنايا وسن الحوت من اشواط الرموز فتكون اشواط مفتوحه مرفوع عنها الفحص. هل نبي احد يكلمنا عن الاتحاد او من نادي دبي هل على الاشواط التاهيل بتكون فيهم فحص؟ اذا انت بس حطيت فحص يعني بقول لك 100% بتقبضهم للعرب متبي يجربون مثلا علاجهم او يجربون نبى ودنا ان تكون في 4 اشواط مفتوحه ما فيها فحص مشان الرجال اللي عنده مطيه رمز يشارك فيه ويقايس عن مطيته ويقايس عليها ما يجي يوم السيف يقايس على قايس مطيته ولا يتعامل يقايسها في اشواط الديوان ويمسك ويدفع غرامه لا تكون في اشواط على الاقل 4 اشواط يعني شوط مهجنات شوط محليات ما نقول حول وزمول فمشان ينطي واحد كل واحد قاسى عمره لا يدفع غرامه ولا شيء تبقى الأشواط اللي فيها فحص سر موجودات تبقى الأشواط المفتوحة اللي ما فيها فحص أركض فيها مشان الحين انت حتى لو طالعك العام شفت المركزات العام
وعاطينهم شغلهم يمسكن السنه عادي. طيب ابو مسفر عندي ابو محمد بيرد عليك. ما عيب كلامك؟ لا بالعكس، لا والله ما يأيدك، ما يأيدك. لا والله مساء الخير ابو مسفر. مرحبا مليار في امتي ابو محمد، مرحبا. كيف الحال؟ عساك طيب. خير يسرك الحال، الله يطول عمرك. مرحبا بك اولا. كلامك ابو مسفر واضح وهذا حقيقه نشوفه ان له مكانه، لان اليوم انا اذا ركضت طعمك ثنيه او حايل في جائزه زايد الكبرى على سبيل المثال، وبعدها رجعت مثلا للميدان الفرعي وبجهزها حق مثلا مركاض اللي بعده او المهرجان اللي بعده، اذا هناك مفتوح في الجائزه زايد ورديت ركضت في ميدان فرعي وفي فحص اكيد اني بمسك. كلامك صحيح، اذا الشخص بيجرب بما انه الختاميات مفتوح لهذا السن انا حقيقه اعيد كلامك، يا انه يكون بشكل عام. محمد انا اتكلم عن، ما اتكلم عن المواد العلاجيه، انا اتكلم نقطه واحده بس اللي هو فحص الدم. المطيه حتى لو تعطيها دم اليوم بعد شهرين بعد ست شهور تنقبض. انا اتكلم عن فحص الدم، اما الامور العلاجيه امورهم طيب، العرب ضابطين امورهم. لا شوف ابو مسفر، انت لما تتكلم على شيء كامل الكامل وجه الله. طابق. اليوم انت لما تتكلم بكره يوم يكون مفتوح الركض في الختامي او في المهرجان ما يحددون لك في الثنايا والحول دم ولا تنشيط، مفتوح خلاص الاثنين. فيا الشيء يكون، ايوه الشيء يكون كامل متكامل مفتوح كامل خلاص، يا انه يحدد كامل كل الاشواط مفتوحه حتى في الفرعيات، او مثل ما انت تفضلت هناك يكون بس اربع اشواط. لأن حقيقة اللي بيركض في الفرعي بيمسك. طيب. بعد المهرجان محمد نحن عندنا كم دورة تقريبا في الإمارات؟ صحيح ثلاث شيء وثلاثين، تقريبا 32 دورة. صحيح. وحن ست دور الحين حطون حق التأهيل، والست أنا أتكلم الست الدور تكون فيها أشواط إضافية، أربع أشواط إضافية فيها تأهيل وتكون مفتوحة، مش الواحد جايش على مطيته وثق تماما بخليفة. شفت إذا استوت الأربع أشواط بس توي فيها المبيعات خيالية. طيب. في سن الثنايا والحول. طيب انا مؤيد صراحه. ابو مسفر تابعت قرارات لب ان شاء الله في منه، تابعت قرار الغرامات الماليه على استخدام مواد محظوره لهذا الموسم، القرار اللي نزل من اتحاد الامارات لسباقات الهجن؟ نعم. المره الاولى 10,000، المره الثانيه نفس المطيه 20,000، المره الثالثه نفس المطيه 50,000، والمهرجانات تبقى كما هي 25,000. هذا معناته نعم. ان هذه الارقام وضعت وفق دراسه. الدراسة هذه واضحة تقول أن الملاك قاعدين في نفس المطية تتكرر القبض على نفس المطية. اليوم حطوا لك آلية أن المطية لو انقبضت أول مرة 10,000، المرة الثانية 20,000، المرة الثالثة 50,000. يعني بخليفة، هذا لا كل أعمار بخليفة، أنت لو بتسوي إحصائية القبض يعني تكون الأوراق مكشوفة في الفحص، اغلب الحلال بقول لك انا 85-80% اغلب الحلال ينقبض دم. طيب انا اخبرك شيء واقع احنا نشوفه قدام عيننا، يعني بقول لك اغلب المضمرين الناجحين ضابطين جرعه العلاج، اما الدم ما له يعني ما حد رام يضبطه، تنقبض اليوم باكر مقبض، يعني شغله تمسح واربح. عاد هذا شيء ثاني، نحن ما نعرف، ما في تصريح، ما في بو مصر، ما في تصريح من المصدر يقول هالكلام او يعطينا ان هذا الكلام صح، هذا تصريحك انت. انا اقول لك المصدر في هذه الاحصائيه او في هذا الوصف بالضبط هو لجنة المختبر، انت تصريحك ما يعطينا نسبه ان هالتصريح صح. هاي وجهه نظر في النهايه، وجهه نظرك لكن مش صحيحه. خلي ابو خليفه، انا مقبوض كذا مره، كل ما اصير انقبض وطالع اوراق يقول لي والله الدم غير طبيعي. انا اتكلم عن نفسي، ما اتكلم عن غيري، اتكلم عن نفسي. يمكن مقبوض فوق ست مرات، كل ما اروح اقبض ادفع الغرامه قالوا لي، اقول لهم شو الماده قبضين عليها؟ يمكن والله قاعد تدور في حقل التجارب. ما نقص حقل التجارب ليه ما تضبط؟ هذا التفسير الوحيد. انا ابو خليفه، انا قد عندي مطيه انفحصت ست مرات، زين ست مرات، والمرة السابعة انقبضت وهي ما تغير شيء فيها، لكن بتقول لي مطر انت عاطلنا قبل، قام عاطلنا قبل
والسنة، لكنها دخلت عندك ست مرات، السابعة تبطلي. ما أقول لك أني أنا مش مذنب، أنا مذنب الحين، لكن الست مرات أي وين راحن؟ والدليل موجود، يعني الدليل متخاني أنا معدي ست مرات من عندك ونفس الفحص السابعة انقبط. ليش أقول لك؟ أنا أقول لك فحص الدم ما له معيار، يعني مطية انقبط دمها 31 ومطية خص دمها 38. طيب ابو مسفر، نحن الاسبوع الجاي انت بتكون عندنا ان شاء الله، وبناخذ شوي نوعا ما شو بدقه وبتفصيل ان شاء الله. بس انا بنتهي في الفرصه هذه ابو خليفه، انا ما ان شاء الله انا ظاهر بتكلم عن تمهيد المرموم، واشكر الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على استمرار مسيره الشيخ حمدان بن راشد القطب الكبير الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له، ورفع الرايه رايه الشيخ حمدان بن راشد، واستمر والمسيره مستمره، يعني هذا السباق قديم قديم جدا، يعني الركض انا هذا اول مره حضرته في حياتي سنه 96 مع ابويا. كان في شيح المرموم، الدور اللي كان في شيح المرموم مو بالدور هذه. فهذا ركض قديم، العالم بعد الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه قال يمكن ركض ينتهي، لكن الشيخ مكتوم ما رضى ورفع الرايه. نعم، واستمر والركض هذا بيستمر ان شاء الله ما دام الشيخ مكتوم نعم. بن حمدان موجود وبيض الله وجهه. نعم، شكرا لك مطر غانم القوبع ابو مسفر على تواصلك وتواجدك معنا في هذه الحلقه. عندنا 13 مهرجان السنه ان شاء الله. جاهز جدول مهرجانات؟ 13 مهرجان. 13 مهرجان؟ نعم 13 ما شاء الله عليه، كلها مهرجان. نعم مهر... جاهز الجدول اخواني؟ شو باجي علينا؟ احنا ليت على المهرجانات يخرون الختاميات. يمكن ما جاي تمهيدي. ها؟ كان 13 ما طرد التمهيدي. انتوا ترى انا كل ما اقعد نطالب نبى مهرجانات، نبى شوار. 13 مهرجان رئيسي مش شوار. هذا ابو خليفه. احنا عندنا مهرجانات صح؟ الحمد لله. الله يطول عمرهم. عندنا مهرجانات في دولة الامارات، عندنا مهرجانات في المملكة العربية السعودية، مهرجان في مهرجانات في دولة قطر، مهرجان في الكويت، ومهرجان بعد يسوونه في ميدان بشاير. لكن احنا نبغي يكون في تنسيق بين الاتحادات، يعني اتحادات سباقات الهجن يجلسون على طاوله واحده موجوده التواريخ. لا 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 الحين لا هذا الحين احنا الختامي عندنا بيخلص شهر 3 تواريخ، احنا اول كل سنه الختامي يخلص شهر 5 صحيح، بس التواريخ مش موجوده. موجوده بس الموسم يخلص بدري. كيف الحين احنا اخر مهرجان عندنا تاريخ كم؟ 22 ابريل وراكب صيام. لا لا صيام العام صمنا وركض، انا ما استوى علينا شيء. اربع صيام صيام اخر مهرجان تاريخ كم ابو خليفه؟ ما عيينا نرضيهم الملاك بندوم الحين. ها 13 مهرجان يقول لك بعد نبازه الحين. اذا السنه فيها 12 شهر انتم عندكم 13 مهرجان زياده، يعني زياده على السنه بعد تبازي كيف؟ هيه. انا نبغي المهرجانات الختاميه. انت المصور حليله حل المصورين ضحك. شوف انت المهرجان الختامي عندك الحين اخر مهرجان ختامي كم عند جرب لنا الصوره احنا شوي في اربعه تكلم عنه نتكلم عندك زين بنبدا معك مهرجان ولي العهد للهجن في الطايف من تاريخ 8/8 هذا بكره يبدا ان شاء الله. نعم هذا بدينا بدينا كذا سباق العيد الوطني في ميدان البشاير في عمان، جائزه الزايد الكبرى في ميدان الوثبه في الامارات، مهرجان المؤسس في ميدان الشحانيه في قطر، مهرجان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات في ميدان الوثبة، مهرجان ولي العهد في تاريخ 24/12 بيكون. نعم عقب الكبرى سيدة، عقب الكبرى مباشرة، عقب تقريبا في 3 أسابيع. مهرجان ولي عهد دبي في المرموم في الإمارات، مهرجان سمو الأمير الوالد في الشحانية في قطر، بطولة الكويت السنوية في ميدان الشهيد في الكويت، مهرجان البشاير السنوي في ميدان البشاير في عمان، مهرجان المرموم التراثي في ميدان المرموم في الإمارات، مهرجان سمو الأمير في ميدان الشحانية في قطر، كأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن في ميدان فليت في عمان، هذا خاص بالعمانية، ومهرجان ختامي الوثبة في الوثبة. ويلس ويا أبو سالم يقول لي ما أركضنا، هذا كله أبو سالم يوم تخبره. أنا أشكر صراحة موقع الخليج ريسنج على قناة الخليج ريسنج، قناة الخليج ريسنج على هذا. لا أنت عندك مهرجان، لكن أيلس يا أبو سالم أتخبر أبو سالم يقول لي ما ركضنا، يعني 13 مهرجان غير الشور وغير تمهيديات والتأهيل. ما ركضنا إحنا من يدخل عليك مهرجان الكبرى كله مهرجان وراء مهرجان. إحنا المهرجانات أول نركض شهر كم تركضونه؟ شهر 5. أي نعم شهر 5 ختاميات. العرب تقيض مطاياها، يخلون المهرجان الختامي أهم ختامي، ختامي دبي وختامي الوثبة وختامي الشحانية.
يقع عن طعامكم من شهر 4 و3 و4 و5 و6 لا 3 و4 و5 ليش عمار كاسر التيم من 10 في شهر 5 ما يا هاشي يركض الشيخ حمد طعم ما يا هاشي يمكن احنا نقول الاتحادات كل ما تلاقي مربع لا في تنسيق اكيد ما بينزل هالرزنامه بدون تنسيق اكيد في تنسيق يا اخوي تنسيق شهر 3 نخلص المهرجان تقريبا كلام ابو سالم انت تبغى شهر 9 الى شهر 5 انا ابغى تمهيديات تطول أنا والمهرجانات تاخر شوي لا هو شوف ويمكن كلامه هذا اللي موجود الحمد لله يبغى حمد وشكر نعم لكن وموجودات المهرجانات ترى هي ابو محمد ما تغير بين شيء المهرجانات لا انت ابو سالم تبغي مثلا تواريخ لا المهرجان اليوم خلص بدال ما يكون بعد اسبوعين يكون بعد 3 أسابيع كذا بيكون بيبعد وبيعطي مساحة انك شهر 3 تدخل وشهر 4 وشهر 5 واللي يا وقت هذا المهرجان ما كان جاهز بيتريى 3 أسابيع بعد امس لحظة ابو خليفة ما في خليفة امس عرب ركضوا في مهرجان المرموم وركابهم ادن يوم ركضوا في اخر مهرجان في هذا الاضافي في الوثبه ادن حلالهم وباعوا صحيح فالمهرجان كل ما اخر المطية الظالع مطية مريضه حر على المطايه حصل فرصه شهر 5 لا ماشي حر صيام ماشي حر صيام حر علينا صح وترانا صمنا وحللنا وركضنا شو استوى علينا وهذا ما انت اول موسم حصان لواحد منكم ما تغير اي شيء قوم اشكر الله ها شو ياكم زين وصلنا للختام تسلم يا ابو خليفه شكرا لك محمد طول عمرك الله يحفظك خير شكرا لك ابو محمد نعم ابو سالم العفو يا ابو خليفه تبغى 15 مهرجان في السنه انا ابغي التواريخ بس هم طول عمرهم ما قصروا بس التواريخ بدال ما تكون شهر 3 ابو سالم انا بطرش لك هذا الجدول حط لي مقترح مقترح يخرون التاريخ لا طرش لك الجدول حط لي مقترح روح حاضرين انا وانا علي اناقش المقترح شو تبغى اكثر عندي الله يطول عمر الشيوخ فاتحين المقترح الحين انت الحين انت قاعد تفترض عطني مقترح انا ترى الحين افترض قدام الاف العالم شهر 3 و4 و5 شهر 5 ما يصير ركض مثلا ليش ما يصير حر من قال حر ما اعرف ليش ما يستوي ركض شهر 5 ترى المهرجانات تقدموه الحين كل مهرجانات الاتحادات تقدم مهرجانات انا بنسافر 5 يا اخوي هو بيصير نسافر ريح بيسافر يا اخوي هو واحد بيسافر احنا ما نسافر كلنا انا بسافر انا بشرك ما نسافر بتقدم بدالي ورانا ابو سالم ورانا الجنز طالب واحد ابويا انت يوم بتسافر هات عبد الله بن بهيان ورانا الجنز 1000 2000 والكنتاكي داربي شوف يوم بتسافر هات عبد الله بن بهيان وحطه مكانك عبد الله بن بهيان عقب بيشلنا بيتنا عقب نحن انت مندور المايك في الرقعه ادور ورا عبد الله بن بهيان بياخذ مكان عبد الله في السناب ما اعطانا مجال بعد تبغى ياخذ مكان شكرا لك ابو سلطان وصلنا لختام هذه الحلقه مشاهدينا الكرام من برنامج الاصايل حلقه افتتاحيه على الموسم حاولنا نتكلم بشكل عام عن ما حدث في فتره القيض وفي فتره الصيف ونتمنى للجميع التوفيق غدا ستكون انطلاقه ميدان المرموم مع سن الحقائق تمام الساعه 6 صباحا هنا في ميدان دستور ويوم الأحد انطلاقة تمهيدي المرموم نتمنى للجميع تقديم أفضل المستويات في تحفة الميادين ميدان المرموم تحيات عصام الخامري وتحيات طاقم العمل مع السلامة